يقول لك قاصد ولا ما بقاصد، فيها إهمال أو ما فيها، الأمور واضحة تماما. وحكم المباراة فيكتور كاساي كان قريبا من الكرة، كان قريبا من اللقطة. ضربة الجزاء التي تأتي الآن لمصلحة المنتخب البحريني في فرصة كبيرة جدا للتقدم في هذه المباراة. فوزي عايش هو الذي يتقدم، ضربة جزاء للبحرين في هذه اللحظات الآن من علامة الجزاء. هل يفعلونها الآن؟ هي ضربة الجزاء بعد كرة خلفان إبراهيم خلفان، وبعد أيضا كرة بدر المطوع أمام اليمن، خلفان إبراهيم خلفان أمام المنتخب الإماراتي. فوزي عايش الآن يواجه بابا مالك في ضربة جزاء أخرى هنا في خليجي 21 أمام الحارس الذي يحمل الرقم 22. فوزي عايش رقم 12، اقلبها راح تكون 21، يطمح إلى الوصول إلى السيمي فاينل في هذه البطولة. كل آمال الشعب البحريني. فوزي يسجل هدف للبحرين، عاد زمان النهام، والبحرين تعزف أجمل الأنغام. الأحمر يتقدم، البحرين تسجل، فرحة جماهيرية ليس لها مثيل هنا في الاستاد الوطني، في استاد البحرين الوطني، كلهم خلف المنتخب البحرين الوطني. الكرة مستحيلة على بابا مالك، تهز الشباك وتعلن عن بداية الأهداف في هذه المباراة.